وحول هذا الموضوع معنا من أبو ظبي الدكتور سلطان النعيمي الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية. مرحبا بك دكتور. ونبدأ بإشارة معظم الأنباء حول حضور وفد قطري رفيع المستوى مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية، مما يعد ذلك تتويجا للعلاقات بين قطر وإيران. دكتور، ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ الكريم والمشاهدين الكرام. بداية طبعا إذا كنا يعني نسعى إلى رؤية هذا الأمر وتحليله بطريقة منطقية، نقول أن دائما هناك علاقات ثنائية ما بين الدول. محددات هذه العلاقات هي العلاقات الاستراتيجية بين الدول، تجمعها مصلحة واحدة ومشتركات واحدة، وأتحدث عن مجلس التعاون الخليجي في مقابل النظام الإيراني. إذا تحدثنا عن وجود علاقات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ككل مع النظام الإيراني، فهي للأسف الشديد متذبذبة ودائما ما تذهب إلى اتجاه مواجهة وتصادم بسبب تدخلات النظام الإيراني في المنطقة. إذا تحدثنا عن فترة التسعينات، كان للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى ودول مجلس التعاون انفتاح نسبي مع النظام الإيراني نظرا للإشارات الإيجابية التي جاءت من إيران مع تولي رفسنجاني وبعده خاتمي. فهنا كانت يعني العامل الظرفي والزماني مغاير لما يحدث الآن. الآن حينما تقوم القيادة القطرية، ونأخذ بالتدريج مع انتهاء القمم الثلاث في المملكة العربية السعودية والتي أكدت صراحة على تدخل النظام الإيراني في شؤون المنطقة، وهي المهدد الرئيسي ورأس الحربة الإرهاب كما تفضل خادم الحرمين الشريفين، هنا لابد أن نضع في الحسبان إلى أنه لابد أن تكون العلاقة الاستراتيجية، المصالح الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي كلها تتناغم مع هذه المخرجات. وإذا بأمير قطر يعني يسير في خارج هذا السياق، يستمر الأمر، تحدث هذه المقاطعة، وبدل من أن يكون هناك قراءة استراتيجية للقيادة القطرية، إذا بها تتخذ إجراءات يعني خارجة عن سياق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، يستمر هذا الأمر، وإذا يعني بالقيادة القطرية ترسل وفد أيا كان مستواه، سواء كان على مستوى عالي أو أقل، إلى إيران للمشاركة في مراسم تحليف الرئيس الإيراني. نعم. هنا نتساءل كيف يمكن لهذه الرسالة، كيف يمكن لهذه الزيارة والمشاركة من قبل القيادة القطرية للنظام الإيراني أن ينعكس على قراءة النظام الإيراني للمنطقة، الذي يسعى دائما إلى قراءة الدول مجلس التعاون الخليجي منفصلة. كيف للقيادة القطرية أن تقوم بهذه الخطوة وهي مدركة تماما بأن النظام الإيراني يسعى إلى شق الصف، حينما مساعدة النظام الإيراني أو إيهام القيادة القطرية بأن النظام الإيراني يساعده، هو في حقيقة الأمر وهو واضح للعيان أنه يريد أن يستغل هذا الأمر، وجاء صراحة من تصريحات النظام الإيراني حينما قال نتمنى أن القيادة القطرية لا تنسى هذا الأمر في المستقبل. فكل هذه المؤشرات هي في حقيقة الأمر أنها حتى لو القيادة القطرية حاولت أن تبرر أن هناك علاقات بينية ما بين الطرفين، نتحدث دائما عن سياق الزمان والمكان. وأريد أن أؤكد هنا لأن بعض الإعلاميين في قطر والقيادة القطرية تتحدث أن دول مجلس التعاون الخليجي، بعض الدول لديها علاقات متينة جدا مع إيران والنظام الإيراني. لو نتذكر المطالب 13 التي طرحتها دول المقاطعة، كانت تتحدث عن العلاقات الدبلوماسية ما بين الدوحة وما بين طهران، ولم نتحدث عن الجانب الاقتصادي. حتى الدول العالمية، هناك روسيا وأمريكا الآن في ظل هذه النزاعات هناك تعاون اقتصادي رغم فرض العقوبات. إذا نتحدث عن المصلحة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي جزء من المصلحة الاستراتيجية لقطر، ليست مصلحة آنية، لأن النظام الإيراني ما يقوم به في مملكة البحرين من محاولة زعزعة الاستقرار، لا تتوقع القيادة القطرية ولا أهلنا الشعب القطري أن يتوقع أن هذه الزعزعة وهذه المحاولات النظام لزعزعة الأمن في مملكة البحرين، وهو جزء من أمن دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون قطر بعيدة عن هذا الأمر. نعم دكتور، القيادة القطرية تدرك تماما هذا الأمر. يا ترى ما هي الأبعاد السلبية والتداعيات للتقارب القطري الإيراني على دول المنطقة، لا سيما وأن إيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب؟
الرسالة الأولى هي إعطاء مؤشر للنظام الإيراني في نجاحه في محاولة أن يحدث شقاق في داخل مجلس التعاون الخليجي. الهدف الاستراتيجي للنظام الإيراني أستاذي الفاضل هو محاولة رؤية هذه الدول منفصلة، ليس لديها استراتيجية واحدة، لأن لو كانت هناك استراتيجية واحدة دول مجلس التعاون الخليجي إذن هو ليس في مصلحة النظام الإيراني. حينما يقوم النظام الإيراني بمحاولة زعزعة الأمن في مملكة البحرين وكذلك دعم بعض التنظيمات الإرهابية وبعض العناصر في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لا تتوقع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هذا الأمر فقط محصور في هذه الدولتين. لذا حينما ترى القيادة في دولة الإمارات العربية كتفا بكتف مع الشقيقة الكبرى ومع مملكة البحرين، لأن ذلك هو جزء رئيس من المنظومة المتكاملة لمجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل البعد الاستراتيجي والبعد الإقليمي لدول مجلس التعاون لأي دولة بعيد عن إطار مجلس التعاون الخليجي. فهذه الرسالة الأولى التي سيتلقفها النظام الإيراني ويحاول أن يبني عليها لتحقيق مزيد من الشقاق. الرسالة الأخرى من جديد، القيادة في قطر، هل هناك قراءة استراتيجية للوضع أم أنها عبارة عن مناكفات ومحاولة يعني معالجة الخطأ بالخطأ؟ نحن نتمنى أن يكون هناك قراءة استراتيجية لمصلحة الشعب القطري الذي لن يجد الأمن والأمان والاستقرار بعيد عن استقرار مملكة البحرين والشقيقة الكبرى ودولة الإمارات وغيرها من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. فهذه رسائل للأسف رسائل سلبية جدا، وإذا لم تدركها القيادة القطرية الآن سوف تدركها لاحقا. ما يريده النظام الإيراني حقيقة أن يرى دول مجلس التعاون الخليجي حاله حال ما يحدث الآن في العراق، وكذلك ما يحدث من تداعيات على سبيل المثال الأردن ولبنان. فدعنا ننظر نظرة واقعية. النظام مستقر. شكرا في دكتور. الأردن. نعتذر على المقاطعة لضيق الوقت. من أبوظبي كان معنا الدكتور سلطان النعيمي الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية. شكرا لك.